مشاهدينا الكرام، ما هي الانطلاقة لشوطنا الخامس؟ تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الخامس والخاص بالبكار ضمن أيضا سباق الحلف المنطلق بهذه الانطلاقة الجميلة. نسير هنا مع الصدارة البادية لسالم بن نايع بن سالم بشاوي الغفلي والمتسللة هملولة محمد بن معتوق العامري، والوصول هنا من آفاق خادم بن سالم بن عبد الله بن حمد البلوشي، خادم هنا أيضا مع آفاق بعد أن قدم لنا أوزاني هناك في الشوط الأول الرئيسي. نسير هنا والقادمة الحذرة سلطان بن مبارك بن سالم بن محمد من علوبة القادمة. هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات، أرى الوصول هنا من الشاهينية محمد بن عبير بضبيعة القتبي أيضا قادمة، وتأتينا الشاهينية البادي بن رادد بن سالم النعيمي هي قادمة على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى. نعود مع المغامر هنا مع أبو سعيد على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، وهملولة المنطلقة بالصدارة وبالمركز الأول هنا بهذا الانطلاق الجميل. قادمة في هذا الانطلاق من ميدان الجبيب تشاركنا على أرضية هذا الميدان هملولة. هنا محمد بن معتوق العامري من يقدمها الانطلاق الجميلة والتحديات الرائعة. والقادمة هناك آفاق حمد بن سالم بن عبد الله البلوشي قادم مع آفاق على المركز الثاني والمركز الثالث. المنطلقة هناك الشاهينية فالح بن محمد بن فالح بن سيف الشامسي أيضا بانطلاقتها الجميلة، ولكن التحديات الأخيرة هنا هملولة على الصدارة، هملولة على المقدمة وعلى المركز الأول، آفاق قادمة، هملولة وآفاق، واللحظات الأخيرة هذا الانطلاق. الله الله التحدي الأخير، ولكن هملولة سلام للهير، سلام سلام للمغامر على هذا الأداء الجميل. هملولة تهانينا محمد معتوق العامري المركز الثاني، آفاق حمد بن سالم بن عبد الله هنا أيضا بانطلقت هناك البلوشي بهذا الانطلاق الجميل، وتأتينا على المركز الثالث لفالح بن محمد بن فالح بن سيف الشامسي. وهنا تهانينا والناموس على هذا الفوز.